مشاهدي الكرام اسعد الله صباحكم في كل مكان، نطل عليكم من خلال برنامج الضحى العود، صبح عليكم من خلال شاشة تلفزيون دولة الكويت، تحديدا قناة كويت سبورت. في هذا البرنامج اليومي اللي نتواصل معاكم من الساعة 11 للساعة 12 على الهواء مباشرة، نسلط الضوء على كل ما هو جديد في مجال الرياضة والشباب في مجتمعنا الكويتي والخليجي والعربي. وقبل لا ننطلق مع موضوعاتنا اليوم، خلوني أرحب زميلتي بدور. حياك الله بدور. الله يحييك، يسعد لي صباحك، وكذلك نصبح على السادة المشاهدين صباح الغلا والمعزة، صباح الحب في كل حزة. يا هلا ويا مرحبا ويا مسهلا في مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي برنامج الضحى العود. مواضيعنا كثيرة، حابين طبعا أكيد نذكرها، نذكر السادة المشاهدين أول شيء في بطولات هذا الموسم بصراحة العامرة، أولها طبعا بطولة الخليج لكرة السلة التي تقام على صالة نادي الكويت، والدعوة عامة طبعا للجماهير. مباراة اليوم ما بين الكويت والإمارات الساعة 7، طبعا أكيد نتمنى لمنتخبنا لكرة السلة التوفيق والنجاح. أكيد طبعا بدور، وبهذه الأمطار، أمطار الخير، أمطار البركة اللي من البارح ما شاء الله تبارك الرحمن، الله رزقنا فيها بديرتنا الحبيبة الكويت. إن شاء الله يا رب دائما تعم الأمطار والخير على بلدنا الطيب. ونذكر دائما بدور قبل أن نكمل أيضا تبريكاتنا، نذكر بس مرتادي الطرق وقادي المركبات توقي الحيطة والحذر في هذه الأجواء. أكيد الطرق يعني منزلقة في الأمطار، لبس حزام الأمان، الالتزام بالسرعة القانونية، الالتزام بالخطوط الأرضية، وبالنهاية إن شاء الله السلامة من الله سبحانه وتعالى للجميع. خلينا أيضا نبارك بدور لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وللخليج وللوطن العربي بفوز نادي الهلال أمس على نظيره الياباني نادي أوراوا. صراحة فوز مستحق، أثلج صدور العرب كلهم. وأحلمها بالفوز تدري شنو؟ إنه أخذ بثارة بال 2017 روى طلع الهلال. لذلك العموم بصراحة كان مستمتع، يعني حتى في مواقع التواصل الاجتماعي عبد الكريم عايمة الفرحة، يعني تشوف الشباب مستانسين وكذي، فعلا كانت فرحة عربية. ونتمنى لهم طبعا يعني التوفيق والسداد ومنها للأعلى إن شاء الله. وكذلك طبعا عندنا كأس الخليج اللي فعلا يعني كل الخليج بانتظاره فعلا، خصوصا ان احنا حاليا عندنا طبعا وفد المنتخب الكويتي الازرق غادر البلاد امس، وان شاء الله عنده مباراه غدا مع السعوديه، نتمنى له التوفيق. اكيد مباراتهم بعد غد ان شاء الله، خلني بس اذكرك فيها يوم الاربعاء ان شاء الله باكر الافتتاح، مباراتنا ان شاء الله مع الشقيق السعودي بعد غد باذن الله. طبعا نتمنى التوفيق للجميع، التوفيق للجميع والفوز للازرق ان شاء الله. الفوز للتوفيق للجميع. احنا ما احنا لحد الان متصدرين يعني بطوله الخليج بصراحه، يعني ان شاء الله تكون الفوز للمره ال 11، فزنا فيها 10 مرات وناطرين نفوز فيها للمره ال 11. لذلك عندنا تقرير مجهزين لنا فريق الاعداد عن كاس الخليج او عن كره القدم بالتحديد، نشوفه معاكم ونرجع لكم الاستديو. احتفالية كروية في قطر. بطولة كأس الخليج العربي في نسختها 24 تنطلق يوم الغد من العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة جميع المنتخبات الثمانية. قطر تستضيف البطولة للمرة الرابعة في تاريخها، وإذا ما نظرنا إلى سجل الأبطال فيتزعم البطولة الأزرق الكويتي برصيد 10 بطولات. خلفه يأتي كل من قطر والسعودية والعراق، وكل منهم يمتلك 3 بطولات، فيما يمتلك عمان والإمارات بطولتين. وعلى مدار تاريخها تميزت بطولات ومباريات كأس الخليج بالإثارة والندية والتشويق بين مختلف المنتخبات المشاركة.
ومنذ البطولة الأولى التي أقيمت بالبحرين وحتى النسخة الأخيرة التي احتضنتها الكويت في عام 2017، بزغ نجم العديد من اللاعبين بفضل قدراتهم التهديفية العالية ومهاراتهم الكروية اللافتة فوق المستطيل الأخضر، علاوة على تألق حراس المرمى حيث ترك بعضهم بصمة لا تنسى ولا تزال عالقة في الأذهان حتى الآن. وفعلا مصيرنا واحد وشعبنا واحد، الله لا يغير علينا إن شاء الله وخليجنا واحد. وبالفعل هذه الفرحة الخليجية إن شاء الله اللي يعني الهدف منها يمكن الجمعة والفرحة الخليجية أكثر من الفوز، لكن هم بدور الفوز إن شاء الله كويتي إن شاء الله، إن شاء الله. نتمنى وكثرونا مخرجينا الله يحفظكم المعدين، كثرونا الأغاني الجميلة هذه اللي فعلا ترجعنا المعنويات. نعم. تعطينا الدافع. الدافع ان شاء الله. وين نروح بدور؟ نروح الى معرض الكتاب، واللي احنا نعرفه ان هناك يعني في عندك شغله ايه عنها، خصوصا بالفعل من ابناء ذوي الاعاقه. معرض الكتاب فعلا يعني يسخر في وجود ابناء الكويت. اكيد طبعا بلا شك بدور، هذه يعني تبريكات من كل فريق برنامج الضحى العود اللي دائما امانه يعني عودونا ادارتنا، اداره قناه كويت سبورت، وطبعا مدير القناه استاذ عادل عطله، والمشرف العام على برنامج الضحى العود دكتور صالح الشمري، كل الفريق والله كل فريق الضحى العود عودونا دائما على دعم اخواننا من ذوي الاعاقه. لذلك خلينا نبارك لكل اخواني اللي امس انا تواجدت في معرض الكتاب واثلج صدري وجود 6 فرسان من ابطال ذوي الاعاقه الكويتيين ككتاب يشاركون في معرض الكتاب. وطبعا اذكرهم وبارك لهم اخوي فيصل موسوي اسرع غواص اعاقه حركيه، يعقوب الشمري اعاقه حركيه ايضا، فرح الصدي اعاقه بصريه كفيفه وطرحت يعني كتاب جدا جميل، شاعر ميسان الضفيري، الكاتب احمد حنون الفضلي ايضا اعاقه حركيه، عامر العازمي الكاتب اعاقه سمعيه طبعا. وهذه الكوكبه الجميله من كتابنا ابطالنا من ذوي الاعاقه يثبتون ان تميز المعاقين مو بس بالرياضه ايضا بالثقافه. نعم، اذا نقدر نقول انه فعلا يعني بدوا، احنا ندري وعارفين ان من السابق ان ذوي الاعاقه قادر انه يشارك ويندمج في المجتمع، لكن صح. نشوف في تطور ملحوظ ومشاركه أكثر من السابق، لذلك نتمنى لهم التوفيق، وكذلك هذه دعوة أن نستضيفهم في برنامج الضحى العود وحياهم الله. ودائما انطلاقتهم بدور يعني أبطالنا من قناة كويت سبورت. نعم. للأمانة. نعم أكيد يعني. وعلى طاري إخواننا المعاقين نصبح على بدر كرم أيضا إعلامينا الجميل. نعم. مترجم لغة الإشارة، صباح الخير يا بدر. حبيبي يعطيك العافية. يعطيك العافية ويعطيهم كذلك العافية، وفعلا نتمنى لهم التوفيق ونسعى دائما أن احنا نندمج معاهم بالمجتمع وليس هم. مشاهدينا الكرام، عندنا طبعا حاليا فقرة الصحافة المحلية والمانشيتات الصحفية، ونرجع لكم الاستديو مرة ثانية. جريدة الجريدة. فاز منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة على نظيره السعودي بنتيجة 68 نقطة مقابل 65 في مستهل مشواره في منافسات البطولة الخليجية 16 لكرة السلة التي انطلقت مساء أمس الأول في صالة نادي الكويت بمشاركة 5 منتخبات، محققاً فوزاً مهماً على حامل لقب البطولة العربية الأخيرة. جريدة الأنباء.
تعادل منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم مع المنتخب العراقي 1-1 في المباراة التي جمعتهما عصر أمس على استاد السيب في سلطنة عمان ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى المؤهلة لكأس آسيا المقررة في أوزباكستان 2020. وبهذا التعادل أصبح رصيد منتخبنا 4 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على باكستان 2-1، فيما حصل منتخب العراق على النقطة الأولى له. جريدة الرأي: يخوض منتخب الكويت لكرة القدم عند الساعة 5 من مساء اليوم على ملعب جامعة قطر تدريبه الأول في الدوحة استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الخليج خليجي 24 غداً، والتي تستمر حتى 8 من ديسمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات. جريدة القبس: حصل لاعب منتخبنا الوطني في بطولة منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي للتنس لتحت 14 و 18 سنة التي أقيمت في مملكة البحرين على المركز الأول والميدالية الذهبية للفرق تحت 14 سنة، وعلى المركز الأول والميدالية الذهبية للفرق تحت 18 سنة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، متواصلين معاكم وبرنامجنا وحلقتنا اليوم من الضحى العود، وهذه المناسبات الرياضيه العديده ما شاء الله، يعني فعلا هناك سيزن كامل رياضي خليجي اسيوي، يعني شيء يثلج الصدر. والجميل بالموضوع انه يعني بعد فتره من السنوات الايقاف ان نعود بهذه القوه وبهذا الحماس وبهذا الاراده، أبنائنا الرياضيين الكويتيين شيء بالفعل يرفع الرأس، ولا لا بدور؟ أكيد بلا شك، يعني وإحنا نفتخر فيهم ويزيدنا اعتزاز وفخر لما نشوف فعلا أبناء الكويت عندهم القدرة أنهم يرفعون اسم الكويت عالي ويواجهون التحديات والصعوبات. مشاهدينا الأعزاء، نرحب طبعا في ضيفنا الإعلامي أحمد الشمري، وهو أكيد ناقد كذلك رياضي. بداية طبعا نصبح عليه بالخير ونبارك له فوز الهلال السعودي على طبعا في بطولة أبطال آسيا، كونك أحد المتعصبين لهذا الفريق. اولا ما ادري اقول، لكن خلينا نصبح عليكم اول شيء وعلى من الفرحه بالامانه، واصبح على اخواننا، واليوم اساس نجاح البرنامج انا اللي اسميه دائما فاكهه البرامج الشتويه الضحى العود. ايضا لا ننسى ان اصبح بالامانه على جمهورنا وعلى مشاهدينا الاعزاء، الف 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 مبروك فوز الهلال. نعم زعيم اسيا كبير اسيا، فوز اثلت صدورنا، مبروك لجمهور الهلال مثل ما يلقبونهم دائما الشقرديه، مبروك للخليج خاصه. صح. نعم خليج عامه، لان احنا محتاجين الفوز هذا فعلا. وان شاء الله باذن الله اقول مبروك للوطن العربي اجمع، عشان لا انسى ايضا له جماهير بالوطن العربي كافه، العالمي يستاهل العالمي. قدم 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 كره، قدم مستوى، قدم روح، قدم لعب جماعي مبهر. الهلال فعلا مبهر، الهلال فعلا انه كبير اسيا، فيستحق الفوز وأن يكون فعلا في هذا اللقب، ويكون فعلا الهلال اليوم مو بس زعيم، زعيم وعالمي فعلا. وايضا مثل ما يقولون اخواننا في السعوديه ايضا فريق ملكي في حجم الكبير. اتمنى باذن الله في ختام المباركه هذه ان نشوف فرقنا في الكويت ان يوصلون للمستوى هذا للاعلى باذن الله. أكيد بإذن الله. بإذن الله. أنا أرشح نادي عندنا باحترام جميع الأندية في الكويت اللي هو يمكن لو مو ضعف الدوري عندنا، أنا أشوفهم دائما خاصة السيد خالد الغانم بالأمانة أصبح عليه يفاوض محترفين على يعني مستوى كبير، ولكن يكون الرفض لأجل المستوى عندنا الضعف، فيقول لك أنا ما أغامر باسمي. فأتمنى من جميع الأندية الكويتية أن بإذن الله أن يجلبون المحترفين ذو مستوى عالي. امس احنا شفنا كيريليو، شفنا جوميز بالامانه الايطالي، شفنا مجموعه من المحترفين مع اللاعبين المحليين في السعوديه، يعني قدموا كره فعلا مثل ما يقولون عالميه احترافيه. اكيد احنا ايضا نعول ان شاء الله ونراهن باذن الله على كل انديتنا الكويتيه، وبلا شك
الروح الحماسية موجودة إن شاء الله عندهم، وراح نشوفهم إن شاء الله في القريب في مصاب بإذن الله. مثل ما قالت أستاذتنا بدور تلاوة أن أمس الفرحة عمت الجميع، فوز الهلال أكيد. بالأمانة يعني أنه كان مو بس ترى حق السعودية، حق العرب كله أحمد، نعم وخاصة الخليج أحمد. خلينا استثمر أيضا هذا اللقاء، أبي أروح النقطة الثانية مهمة جدا، افتتاح بطولة كأس الخليج يوم غد بإذن الله. توقعاتكم إن شاء الله لهذه البطولة؟ أنا متفائل قبل مرة أخوي عبد الكريم، وقلت لك أن البطولة هذه بطولة خاصة راح تكون بإذن الله أنه وجه خير على منتخبنا. بطولة طبعا نقدر نسميها مهما يكون، ما يصير نقول حق بطولة أنه استعداد حق بطولات أخرى. بطولة الكويت لها دائما وزنها في البطولة هذه، كون أنه زعيم البطولة وهو زعيم الخليج في البطولة، وخاصة البطولة هذه طعم خاص في تجمع الأشقاء، في تجمع الحمد لله الأخوان الحبايب. أنا ماسك كلمة وأقولها وأقولها لآخر يوم عمري، لازم عندي أن إحنا الدول الخليج العربي بيت مكون من 6 غرف، صحيح. كلنا عائلة واحدة، كلنا أخوان، ما نروح الله يغير علينا بإذن الله ويحفظ إن شاء الله حكامنا. آمين. بإذن الله حنا كشعب كلنا تحت يعني رب العالمين ثم أهم يعني أكيد. كلنا إيد واحدة إن شاء الله، دائما نكون على إيد بإذن واحدة. الله طبعا الافتتاح راح يكون صعب بالأمانة، إن لو نشوف خاصة مباراة الكويت مع السعودية أيضا لها أجواء خاصة من عمر يعني، ولكن أنا أشوف اليوم تعتبر بطولة بحد ذاتها، بحد ذاتها بطولة. وبعدين اللي إن شاء الله نشوف أن الإعلام شوي دائما الإعلام البطولة مثل ما يقولون يزود من الملح شوي زيادة، يعطي من التحدي وهذا. ولكن البطولة أنا أشوف أن بإذن الله الكويت راح يكون منتخبنا إن شاء الله له بصمة بإذن الله إن شاء الله، في قيادة مدربنا الوطني ومشاركته في حد ذاتها يعني أكيد بدور. بس لا ننسى عندنا تصفيات آسيا وكأس العالم. أنت اليوم أنت الثاني، يعني أنت اليوم بحد ذاتها لك أنك تقول أنا أبي أخطف، يمكن أخطف من أستراليا، في أستراليا ما أدري شنو الظروف، ولكن أتمنى بإذن الله أن شاء الله وعيالنا قادة وقدود مثل ما يقولون لاعبينا. أستاذ أحمد، ننتقل إلى طبعا دورة الخليج لكرة السلة، واليوم طبعا تلعب الإمارات، الكويت يلعب مع الإمارات، شلون تشوف هذا اللقاء؟ وهل ممكن يواصل الأزرق تفوقه، خصوصا أنه فاز في أولى مبارياته على المنتخب السعودي؟ شوف طبعا نبارك لهم فوزهم على المنتخب السعودي في آخر نقدر نقول ثواني. نعم بعد ما كان خسران تقريبا 11 نقطة بالضبط أو 13 نقطة في آخر 7 دقائق، قدر أنه يخطف المباراة من المنتخب السعودي. لعبوا مباراة كبيرة، إن كان اللاعب والنجم الكبير عشان لا يقولون أحمد الشمري يمدح عبد الله الشمري، هو لاعب نادي الكويت عبد الله الشمري، بالأمانة لعب دور كبير. سهل والله. هناك يحيى بعد أيضا، عفوا تركي أيضا، تركي حمود أيضا، عندك بالأمانة عبد الرحمن الساهو، صالح اليوسف، مجموعة لاعبين كوكبة والله، كوكبة عندنا نجوم. صحيح. أنا أقول أن من المفترض أن بإذن الله البطولة ما تخرج من الكويت، كون الأسماء متواجدة، ولكن الكويت راح هناك يكون عقبة عنده وهو المنتخب البحريني. صحيح. بالأمانة اليوم أنا أقول لا تستهزون في كل مباراة أمام الفريق الإماراتي، كون نعم الفريق في تطور سريع بالفعل، يعني شوف النقلات في يعني سواء في المهارات في التكنيك. عبد الكريم أقول لك ليش، إن الفريق للعلم هذا وحق إخواننا المشاهدين، أغلب المتواجدين حاليا فريق الشباب، فريق الشباب 17 قبل 10 سنوات فاز في بطولة الخليج في البحرين، أغلب اللاعبين المنتخب هذول ويا بعض. صحيح. فأنت يعني تقول التوليفة نفس ما شاء الله عليك منتبه حق الفريق شلون أن تقول تطور. صحيح. أن التوليفة مالتهم أنهم متفاهمين ومتساجمين مع بعض، في هارمونيك بينهم. نعم. فاليوم أنت يكون لك من السهل أنك اليوم أنت تخطف المباراة، من السهل اليوم أنك أنت تتفاهم مع زميلك في الملعب. فاليوم طبعا خلينا نتكلم في الواقع ونعطي حقه بعد، مدرب المنتخب التونسي التلاتلي مدرب بالأمانة صاحب خبرة كبيرة، عارف شلون يتعامل. لا لا، هو ما شاء الله يعني من أفضل المدربين في الوطن العربي. صحيح. حق يعني عشان أحمد بدقيقة، لأن بدأ نعم. فعلا يداهمنا الوقت بدقيقة. أبي كلمة لكاس الشباب لكرة القدم، كاس آسيا للشباب.
توقع دقيقة. مو أتوقع، أتوقع بإذن الله. أنا بقول أن الرسالة، وأتمنى لو أحد من أخواننا الإداريين خاصة يشوفوا حلقتنا وإن شاء الله راح توصلهم إن شاء الله. المعنوية دائما تخلونا مرتفع عند اللاعبين. صحيح. المعنوية لازم تعطون الباور حق اللاعبين في البطولة. دائما يوم يكون لك اللاعب مرتاح نفسيا يدخلك الملعب لازم يعطيك ولازم يؤدي اللي عليه ويداحر ويقول لك لا أنا لأفوز حتى لو الفرق اللي قدامك أقوى. شبابنا دائما الخامات الموجودة عندنا في الرياضة في جميع الألعاب خاصة كرة القدم وأقسم بالله خامات ممتازة. صحيح. نعم. إذن من أفضل الخامات أنا أسميها. نعم. بالخليج عندنا. نعم. إذن أستاذ أحمد دائما نقول أن الدافع المعنوي هو من فعلا يعطي اللاعب دافع للفوز. كذلك إحنا شاكرين لك وجودك معنا في برنامج الضحى العود، وكان ودنا أن نسولف وناخذ آرائك أكثر لكن الوقت داهمنا. شكرا. نشكر مشاهدينا الكرام أحمد الشمري ناقد صحفي وإعلامي كذلك. عندنا فقرة نسائية طبعا لأهمية أو فقرة عن الرياضة النسائية. نحرص دائما أن نسلط الضوء على النساء في الكويت ودورهم وإبراز قدراتهم في الرياضة. نطلع هذا التقرير عنهم وهذه الفقرة ونرجع للاستديو. بديت من سنة 2014 برياضة الجري. طبعاً أنا أول شيء كنت لعبة مسافات طويلة، بعدين تخصصت مع الوقت مسافات قصيرة بحكم أن الكوتش شافتني بسرعة أكثر فصرت لعبة سرعات. السنة اللي طافت شاركت بطولة الأندية العربية بالشارجة، كانت طبعاً متعة وحيل حيل استانست وتجربة حلوة بالنسبة لي. أفضل مدربين عندي اللي هم يدربوني بنادي الفتاة الرياضي كوتش يونس وكوتش عظيمة، هم السبب الأساسي اللي خلوني أطور برياضتي. أمي وأبوي هم اللي ساعدوني وشجعوني أن أوصل حق مراحل وايد كبيرة وطويلة، وبس هم الهدف، يعني هم السبب الأساسي اللي خلوني أنجح بحياتي. أنا اخترت لعبة الجري لأنها هي لعبة أحس أن أنا من صغري وأنا أركض فأحبها وايد، يعني من صغري وأنا أركض وحسيت أن اللعبة تمثلني أنا كلولو شخصيا. بديت بعمر 14 أو 15 سنة، هو طبعاً 2014 مو عارف العمر بالضبط. كملت للحين 2019. عندي رسالة، أي أحد عنده هدف أو حلم لا يوقف، خلي كمل بمشواره حتى لو واجهت صعوبات. الصعوبات مو نهاية الدنيا، كمل بحلمك ومشوارك، مو شرط يكون رياضي. المهم أنك توقف قدام الكل عشان حلمك وتحقق اللي تبيه إن شاء الله. حياكم الله مشاهدي الكرام، رجعنا لكم مرة ثانية وفقرتنا الجديدة في برنامج الضحى العود. طبعا في هذه الفقرة الرياضية راح نتكلم عن الملاكمة في الكويت، وهذه الرياضة اللي بلا شك تحظى باهتمام كبير في دولة الكويت بين الأندية المحلية والبطولات أيضا الخليجية والعربية. والكويت لها إنجازات رائعة سطرت بسواعد أبنائها في هذا المجال من الأبطال اللي حصدوا الذهب في عدة بطولات. اليوم معانا في الضحى العود أحد هذه الأسماء اللامعة في مجال الملاكمة، لاعب نادي الكويت والمنتخب الوطني زيد المطيري، واللي عادة ما شاء الله ما ينهي جولاته في البطولات بالضربة القاضية. اهلا وسهلا، خلع الضربه القاضيه. حياك الله. الله يحييكم. اهلا وسهلا وتشرف فيكم. يا هلا ومرحبا فيك وارحب فيك ويسعدنا تواجدك في برنامج الضحى العود، وحابين طبعا اكيد نتعرف على مشوارك الرياضي، لكن بدايه نتعرف عليك اكثر من خلال تقرير مع الساده المشاهدين.
زيد المطيري نجم من نجوم رياضة الملاكمة، فهو لاعب نادي الكويت الرياضي والمنتخب الوطني. عشق اللعبة ومارسها بشكل يومي، صقل موهبته وطورها على أيدي أفضل اللاعبين حتى وصل إلى مستوى فني وبدني عالي. حقق الكثير من الإنجازات على مستوى الكويت والخليج، سطرها بجهده المميز ونجح في اقتناص الميداليات المتنوعة في الملاكمة. يتميز البطل زيد المطيري بالضربة القاضية التي بسببها يسقط خصمه أثناء المنازلة، والسرعة الفائقة بالحلبة والشجاعة والتركيز، ويطمح نجمنا في تحقيق المزيد من الميداليات خلال مشواره الرياضي وتمثيل الكويت في المحافل الدولية للعبة. شفنا هذا التقرير لضيفنا لاعب ملاكمة، ويسعدنا طبعا أن يكون معنا متواجد لاعب منتخب نادي الكويت والمنتخب الوطني للملاكمة زيد المطيري. حياك الله. الله يحييك. وبداية حابين نعرف ونتعرف مع السادة المشاهدين أكثر، اختيارك لهذه اللعبة هل هي كانت صدفة أم أن في أحد شجعك عشان تخوض لعبة الملاكمة؟ أول شيء مس صبح عليكم الخير وشرفنا نكون معكم اليوم. الاختيار لعبة الملاكمة كانت من عيال الجيران طبعا صدفة. ما كنت أحب اللعبة هذه نهائيا، بس بعدها حبيت اللعبة هذه من دشيتها ودش لعبت اللعبة هذه. تقريبا اللعبة هذه تعتمد على مو القوة مثل ما الناس عارفة، في ناس يسبالهم القوة، تعتمد أكثر شيء على الذكاء. صح. حلو. يعني بالنسبة لي أنا ما يبين علي اقتناص الفرصة زيد، يعني بالضبط في فرصة رمشة معينة. العين تفرق معك. يعني رمشة العين أنطر اللاعب يرمش عين عشان أطق بوكس. صحيح. بالضبط. فدشيتها مع عيال الجيران، استمريت انا عيال جيراننا وقفوا وانا استمريت، الحمد لله قمت اخذ مراكز ما شاء الله. نعم. جميل. يمكن سالتك تحت الهواء قلت لك يعني اصعب خصم عندك دائما. اصعب خصم هنا عندي بالكويت لاعبين اثنين، وجههم تحيه جراح الفضلي وبدر المطيري لاعب القرين. صبح عليهم بلا شك. صبح عليهم وجه لهم تحيه. طبعا اللاعبين هذول مميزين، واكثر مباراتين اذا كان فيها لعبت مع لاعب من اللاعبين هذول يكون فيها حضور وجمهور قوي. فالكل يقول لي قبل لا أدخل متعونا نبي نشوف لعب حلو. صحيح. فلأنهم لاعبين يعني زيد على طريق الجمهور، يعني فعلا الأونة الأخيرة قاعد نلاحظ اللعبة هذه بدأ إقبال الجمهور يزيد عليها. بالعكس الحين اللعبة هذه قبل كنا ندور لاعبين بالنادي. الحين اللاعبين قام يجونا بشكل كبير. صحيح. فصار عدد كبير لاعبين، يعني مو نفس أول. أول كنا ندور على لاعبين، الحين لا، الحين قاعد نختار. نعم. هل المدرب فعلا يكون له تأثير على أداء اللاعب؟ ومن هم المدربين اللي فعلا أثروا في أداء زيد المطيري؟ بالفعل أكيد المدرب له أداء كبير. المدرب مثل الأب والأخو يكون معك، مثل كابتن عبد الرحمن وجلتي كابتن عبد الرحمن نادي الكويت معي من البداية لليوم. طبعا هذا الكابتن أكثر كابتن استفدت منه، مثل أخو وأبو كان وياي بكل البطولات. صحيح. يعطيك روح، يعني مثلا بلعب مع لاعب أنا بطولة من بطولات أمسك أسولف فيها، كنت توني داس ما صار لي شهر وشوي، لعبت مع لاعب يلعب 3 سنين ياخذ أول، فزت عليه بسبت كلام الكابتن لي. حلو. روحه توجيهاته كلامه لما قبل لا تدخل الحلبة يغير لعبك 180 درجة. مهم دور الكابتن، النفسية تلعب دور في قبل المباراة. يمكن لما دشيت علينا بالاستديو كابتن زيد قاعد أقول حق بدور، قاعد أقول لها توني بقول الجملة كان تصيدها أنت، قلت لي قريت من عيوني أني بقول لك مو باين أنه ملاكمة. صح. هدوءك هدوء شعراء، هدوء. يعني فعلا هل هذا أو هذه اللعبة عكس يمكن الصورة الذهنية اللي أن الملاكم دائما يعني عصبي أو تعلم الهدوء، تعلم ضبط الأعصاب؟ بالضبط. في اللاعبين خاصة أولياء الأمور لما يجيبون عيالهم يكون شوي شياطين، فيطلع طاقته بالنادي. بعد فترة ترى تشوف لاعب الفنون القتالية تلقاه أهدى من بالضبط. الشخص الثاني. صحيح. لأنه عارف قدراته، عارف شنو يقدر يسوي، عارف. فتلقاهم هادين بالشارع، تلقاه هادي بأي مكان، تلقاه طويل بال،
فأنا دائما بالي طويل. تحكمه بأعصابه يكون بالضبط. أقوى. نعم. أقوى بالضبط صح. نعم كابتن زيد شلون تشوف مستوى لعبة الملاكمة في الكويت؟ وهل يعني مثلا راضي على أداء اللاعبين في الكويت؟ مستوى الأداء مستوى الملاكمة بالكويت مستويات قوية. نعم. يعني في لاعبين أقوياء بالكويت خامات توصل فيهم مو بطولات عالم أولمبيات اللي هي أقوى من العالم. بس للأسف إحنا عندنا شوي مو اهتمام كبير حق اللعبة هذه. نحتاج اهتمام حق اللاعبين، نحتاج دعم معسكرات. اللاعبين يشكون من الدعم ضعيف، يعني معسكراتنا قليلة، بطولات اللي نشاركها الدولية قليلة، فهذه نحتاجها أساس تقوي اللاعب. بالكويت لما نلعب بطولات برا، يعني بطولات الخليج عسكرنا بالأردن. عسكرنا قبلها فترة بروسيا، فالمدرب لما يشوف اللاعبين الكويت يقول أنتوا عندكم لاعبين زينين، ليش ما تشدون عليهم؟ هذيل عندك خمسة ستة تقريبا حروة العشرة، يقول لاعبين هذيل توصل فيهم بطولات عالم أولمبيات، بس شدوا عليهم وشوي تهتموا فيهم. إحنا كذلك نعرف إنه يعني آخر مرة المنتخب طلع بطولات خارجية في 2015. فشنو السبب باعتقادك؟ يعني دائما نشوف في السنوات الأخيرة، احنا عارفين الايقاف اثر، لكن في السنوات الاخيره كانت بس بطولات او نقول دوري داخلي، يعني منافسات داخليه. نعم. شنو السبب؟ للاسف ان احنا الايقاف وقفنا، واللاعبين نفس الشيء لما توقفه يطخ شوي، فصار لنا فتره تتراجع لياقته شوي. بالضبط تتراجع، فبالنهايه اخر فتره كلها بطولات داخليه. نعم. الإيقاف أثر على اللاعبين، غير هذا أن الاتحاد ما قام يطلع بطولات خارجية. في مشاكل بالاتحاد أو شيء كذي ما أدري. بس لعبوا بطولة قبل فترة، بطولة آسيا للصغار. كبطولة دولية بس كانت حلو. للصغار مو للكبار. احتكاك تعليم للصغار بس، بس أما الكبار يعني حقهم مظلوم. المفروض المعسكرات أيضا في مثل هذا. هم المعسكرات، معسكرات محتاجينها. شيء بالعكس إحنا محتاجين معسكرات. بس المشكلة إن بالكويت هني مو مهتمين للألعاب الفردية كثر الألعاب الجماعية. الجماعية. كل يعاني من هالموضوع. هذا شيء كبير يعني. بالعكس الألعاب الفردية ممكن تطلع لك لاعب يحقق لك أولمبيات. بالضبط. نفس أخونا فهد دحاني. حقق له ذهبيه اولمبيه. نعم. فلما تهتم بلاعب تشوف انه خامه زينه، هذا باكر يوصل لمستوى لما الجماعي على الجماعي انت قاعد تلعب. صحيح. ما قاعد تلعب على الفردي. نعم. على طاري كابتن زيد الناشئه والشباب الصغار، بعض اولياء الامور يتساءلون، يعني يقول لك انا ودي ادخل ولدي مثلا سواء الملاكمه او العاب القتاليه الكاراتيه الامور هذه، لكن يقول اخاف عليه من الاصابات. يعني الصوره الذهنيه ايضا عن هذه الالعاب ان اصاباتها كثيره، فعلا اصاباتها كثيره، والطريقه اللي ممكن نحمي اللاعب من الاصابه. شوف احنا لعبه الملاكمه فيها سيفتي، يعني فيها حمايه، ونسبه الاصابات بلعبه الملاكمه تكون العاشره تقريبا، يعني مو الاولى لعبه القدم بالاصابات. الاصابات عالميا الدرجه الاولى في الاولى لعبه القدم يعني. عالميا هذا التصنيف. يعني الملاكمه تعتبر العاشره تقريبا او تحت العاشره ممكن. ففي سيفتي باللعبة، يعني يكون في حكم، في واقي، خاصة للصغار يكون يلبسون واقي رأس، واقي أسنان، المدرب يكون موجود، أي إصابة يشوف اللاعب تعور يوقف اللعب ما يخليه يكمل، في دكتور يكون موجود ينتبه على اللاعب إذا تعور إذا صاب شيء يعالجون عاضوا نفس الوقت. بس بالنسبه للصغار اخر الايام الحين اولياء الامور قاموا يودون عيالهم. ايه. لان صارت هبه اللعبه هذه، الالعاب الفنون القتاليه صارت هبه، العالم كلها قاعد يدش الالعاب هذه. كلياقه، كقوه، كمرونه، انجازات على انجازات عموما فرديه دائما. بالضبط الفرديه، انجازات الفرديه حيل. يعني اذا اهتميت باللعب ينجز لك. مواقف ومحطات لن ينساها النجم زيد المطيري. مواقف ما انساها بلعبة الملاكمة، موقف واحد اللي هو اكثر من موقف، بس الموقف الاول اللي انظلمت فيه بلعبة الملاكمة. بطولة من البطولات طبعا للاسف انه كان تحيز حق نادي من النوادي من غير ذكر اسامي. في بطولة لعبتها طبعا كنت فايز فيها لدرجة انه يوم رفعوا ايد اللاعب الثاني، اللاعب الثاني نزل ايده قال انا مو فايز. لاعب رفيجي يعني يدري انه خسران بالمباراة، بس كان ظلم فيها. نعم. تحيز الى نادي معين على اساس كاس التفوق العام يوصل حق نادي معين. فهذه الحركه تظلم اللاعب فيها، تحبط اللاعب، تخلي اللاعب انا اقول حق اداره النادي، حتى رحت حق اداره النادي قلت لهم انا ليش العب عندكم؟ اروح النادي ثاني اخذ ذهبيه وانا قاعد بالبيت. اوه لهالدرجه؟ ايه وصلت لهالمرحله، قلت لهم انا اذا كذي انا واحد من الناس اتحبط، انا اتدرب واشد حيلي واحقق لكم انجاز، باكر يصعدون لاعب لا مدرب ولا شيء ياخذ يفوز علي.
والمبين والواضح لو تحط اي شخص ما يفهم بالماكر راح يقول لك فلان فايز. يعني الكل يدري. بس الله عوضك فيها ما شاء الله وما يصح الا صحيح. والدليل فوزك في بطوله الخليج ما شاء الله. الحمد لله بطوله الخليج حققت فيها المركز الاول وافضل لاعب في الخليج الحمد لله ما شاء الله تبارك الله يجزاك. زين كابتن زيد يمكن تلاحظين بدور يعني بعض الاحيان في بعض الوعي بالملاكمه يعني احنا دائما نتخيل انه لازم عضلات بس يكون ضعيف ويفوز وذاك عضلات وما يفوز. لعبه الملاكمه ما تعتمد بشكل كبير على القوه كلش يعني تعتمد على الذكاء رده الفعل السريعه تعتمد على السرعه يعني لازم اشوف اللاعب اي نزله ايده انا اطق فوق ايده على طول اي رمشه عين وراه سريع في لاعبين ينطر عينك بس ترمش من كثر ما هو سريع ما يمديك تشوفه. هل تؤيد بان تكون يعني هناك اكاديميات مختصه للملاكمه خصوصا للصغار؟ بالعكس شيء زين يعني انا ايدها طبعا بس حاليا الحين في انديه خاصه شيء كبير ترى اخر فتره يعني من لعبة الام ام اي والالعاب الفنون القتاليه المفتوحه. بس تتكلم على شيء خاص كنادي خاص تساعد الاطفال تحكم يعني خاصه اللاعبين الصغار تساعدهم انه يتحكمون باعصابهم انه يطلع طاقته بالنادي بدل لا يطلع فنونه وطاقته بالشارع يطلعها بالنادي افضل له. انا بالعكس ايدهم. طيب ماذا عن الحلبات كابتن زيد؟ في حلبات مهيئه للملاكمه عندنا؟ بالكويت للاسف انا دخلت 2005 نادي الكويت. من 2005 سمعت ان الموسم الجاي ان راح نلعب بالحلبه اللي هي بصباح السالم. لليوم كل سنه اسمع الموسم الجاي انها تفتتح. فامس كان عندي دوره تدريب كنت داخلها فامس كابتن صلاح كان موجود ماسك الدوره فقال لي راح يفتحونها قالوا الموسم هذا فان شاء الله ان شاء الله الموسم هذا وين خير عليكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قالوا راح يسوونها ان اولمبيه عالميه يعني فيها غرف تدريب فيها غرفه تسخين ودكاتره وكل شيء زين على مستوى حلو يعني يقولون بس صار لها اكثر من 15 سنه ان شاء الله ما عليه هو لازم نصبر لكن ان شاء الله يعني ان شاء الله نوصل الى الطموح والهدف اللي احنا نتمناه. منو اساطير الملاكمه في العالم اللي يتمنى زيد المطيري فعلا يوصل الى مستواهم؟ طبعا عندي لاعبين اثنين انا اشوفهم من افضل اللاعبين اللي هو اللاعب فلويد مايوذر. فلويد مايوذر هذا لاعب طبعا امريكي ما عنده ولا خساره بتاريخه. هذا يعني صعب لاعب تشوف انه ما يخسر بتاريخه. رقم صعب. اي حيل. واللاعب الثاني مو امير خان، امير خان انا لاعب باكستاني بس كلاعب فنان. يعني كمهارات انا تعجبني مهارات. انا يطري علي لاعب قديم اعتزل من زمان نسيم حميد. نسيم حميد كان اسطورتي المفضله. نسيم حميد لاعب مهاري اكثر. مهاري اي لاعب لدرجه ان اللاعبين الجمهور اللي حضر مباراته يقول ما نبي نحضر مباراتك. قالوا له ليش؟ قال انت من اول تنهيها باول 10 ثواني. اي يقول احنا ندفع تذاكر مبالغ غاليه. صح. فيقول انتم تنهيها من اول جوله. لدرجه يشرطوا عليه في بطولات انه ما يخلص المباراه الا بعد ثالث رابع جوله. صح. قواك الله ويعطيك العافيه. واحنا نشكر وجودك معنا برنامج الضحى العود كابتن زيد المطيري لاعب ملاكمه في نادي الكويت. شكرا لك حبيبي. تسلم. الف شكر. الف شكر. اذا مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام ونطلع كنترول عندنا فاصل. نطلع فاصل خلكم معنا. بإذن الله الله معاكم وكلكم بالسلامة إن شاء الله توصلون وبانتظار اتصالكم ويانا. حبيبي الله يحرمكم. يلا السلام عليكم. مع السلامة. بالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم. معكم أخوكم يوسف الشطي وأخوكم يوسف القلاف عبد الرحمن سويلم وماي براذر and my buddy to go to the summit سونم. بس حبينا نبلغكم ان شاء الله باكر باذن الله راح نبدي المشوار حق مهمتنا المستحيله اللي باذن الله راح نحققها باسم ديارتنا الكويت. راح ان شاء الله اكون امثل فريق كيفلاج واصعد ان شاء الله السمت باذن الله ويا فريق
إليت أدفنشر، وبإذن الله راح نحط علم الكويت، راح يكون أكبر علم بالعالم على قمة أمدبلن، ونحقق إنجاز الكبير موسوعة جينيس. فنتمنى تدعونا بالخير، والله يوفقنا، والله يسهل علينا المهمة إن شاء الله. دخلت الكويت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بفردها أكبر علم في العالم على يد أبطالها، أبطال الكويت اللي منورينا بالاستديو يوسف الشطي وفؤاد قبزرد، ومجموعة طبعا من الأبطال كانوا متواجدين معاهم بواسطة التسلق على إحدى جبال الهملايا، جبل أمدابلم، ويعتبر أصعب الجبال في العالم بمدة 21 يوم. لتسلق هذا الجبل يعتبر مشيهين بصراحة، وعر وبرد قارس. نبارك لهم طبعا دخولهم موسوعة جينيس، ونرحب فيهم في برنامج أوضح العود. يسعد صباحكم وحياكم الله ومبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، ومشكورين على الدعوة. وهذا ندل صراحة من نيابة عن الفريق، مشكورين دعوتكم لنا، وإن شاء الله نكون عن حسن واجب. وهذا أقل شيء طبعا نسويه، أنه يعني نسلط الضوء على هذا الإنجاز الكويتي العظيم. أستاذ فؤاد طبعا رئيس فريق كويت فلاج، وهذا الفريق الجميل أستاذ يوسف الشطي أيضا. أقول دشيت الاستديو وحسينا ببرودة معكم، يبتوننا برودة قمة هملايا. ها حياكم الله أستاذ فؤاد حبيبي. نبي نتكلم عن هالإنجاز هذا المشرف بالفعل. الإنجاز طبعا المشروع كويت فلاج هو تخطيط تقريبا سنتين، أهدافه أن رفع أكبر علم على أكبر قمة. صحيح. وأن يكون دائما إحنا نقول الكويت مثل ما كان أبهاتنا وأجدادكم وهذا بالغوص واللولو، أن نقول أحفادهم وصلوا الجبال، قمم الجبال، خلاص نخلي الأكبر علم دائما الكل يتكلم. مو بس الكويت، وما شاء الله صار لنا سنين نتكلم القمة، بس قلنا نبي نوصل رسالة سامية للعالم أن الكويت بصغرها وصلت. صحيح. وهذا شيء طبعا شيء جزء من اللي قاعد يسوي صاحب السمو أمير البلاد قائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، الله يحفظه وولي عهده. كابتن يوسف، احنا اللي نعرفه ما شاء الله يعني 21 يوم ما كانت مدة قصيرة، فشلون كانت الأجواء هناك، وهل واجهتوا صعوبات للوصول إلى القمة؟ والله الصعوبات موجودة من أول يوم وصولنا، يعني كبيئة وكارتفاعات، الارتفاعات اللي بلشنا فيها تدريج الكويت على سطح البحر. صحيح. فسبحان الله احنا شباب كويتيين مكونين من 10 مره واحده تودينا ارتفاع من 2000 ل 3000 ووعر، ونفس الوقت الجو البارد. سبحان الله الصعوبات كانت موجوده من اول يوم، بس الاجواء اللي قلتيها هي اللي سهلت علينا الامور الحمد لله. كانت تروح الاسره الواحده بين الفريق، كان كل واحد يساعد الثاني، كل واحد يعطي حق الثاني معنويه.
هذا اللي ميز فريقنا الحمد لله سبحان الله، مع ان التوليفه ما كنا احنا نعرف بعض من قبل. وما شاء الله الاعمار لو تلاحظونها عندنا الله يحفظه ابو حسن عمره 60 سنه ما شاء الله، عندنا احمد ما شاء الله عمره 23 او 22 اذا ماني غلطان، فالتوليفه كانت ماخذه من كل جميع المجتمع الكويتي، نسيج متكامل نسيج. وهم كانوا ويانا عنصر نسائي الله يذكره بالخير ايمان كانت ويانا بعد الجندل، فالتوليفه كانت وايد جميله وحلوه سبحان الله، يعني هي اللي سهلت علينا الامور في الدار. تمام كابتن فؤاد، يمكن هذه التوليفه اللي تكلم عنها كابتن يوسف جميله، لكن هل هناك شروط مثلا يعني قبل هذا التسلق قبل الاقدام على هذه الخطوه تشرط من قبل مثلا منظمات رياضيه دول معينه مثلا الدوله المستضيفه ان في هذا الفريق؟ طبعا مثل ما اخوي يوسف قال المشروع نفسه كنت بغيت أوصل رسالة غير أنه على القمم، أن حتى الفريق ما عنده أي خبرة بالتسلق. فالرسالة أن أي شاب كويتي لو يعني ينعطى الفرصة راح ينجز. صح. وهذا كان بداية نقاشي مع أخوي يوسف. كان على أساس مجموعتين، مجموعة يتسلقون ومجموعة يأخذون المشوار هذا اللي هو تقريبا 12 يوم. تم اتفقت وياه، أعطاني كم اسم وبلشنا نختار الفريق. الأساس الفريق اللي هو تكون رياضي وليس إلا. صح. بس تكون رياضي. عندك لياقة. اللياقة. مو رياضي رياضي. لياقة رياضية. طبعاً. طبعاً إحنا تعاقدنا مع شركة إنجليزية وكان هذا هدف النجاح، هم مساهمة نجاح رفع العلم الشركة اللي تعاقدنا وياهم. هدفنا كان أو الشرط الأساسي خلال الفترة يتم تدريب جميع الأفراد الفريق، يعني كان مثل ما قال أخو يوسف كل يوم من خلاله تدريب عملي. هذا كله عن طريق الشركة. نعم. طيب هذه الشركة كابتن فؤاد هل أيضا مسؤولة عن مبيتكم أكلكم؟ نعم. برنامجكم اليومي. نعم. مسؤولة عن كل هذا. كل شيء. وين كنتوا تنامون يعني تنزلون فنادق ولا خيم ولا؟ طبعا البداية وصلنا لعاصمة كاتماندو ومنها انتقلنا للجبال كل يوم لمدة أربعة أيام جست هاوس إحنا نسميه المركز. بعدها بخيم. نعم. وصلنا لما اللي هو البيس كامل اللي هو معسكر الأول. نعم. موجودة معنا على الهواء. فهو اللي هني خلاص تعلموا شلون الخيم بالبر. إيه. بس هني بالنسبة حق بر هني يعني خمس درجات يعني هناك ماينس 25 يعني كابتن نفس الشيء نخيل نفس كامبينج يقول هو كامبينج هو كامبينج بس شغلنا البر 25 بدور تحت الصفر وين فيك تشد حبالك. لا والله يعطيكم العافية كابتن يوسف. لو نبي نتكلم على فريق كيف لق شنو نقدر نقول عنه؟ روح الأسرة الواحدة بصراحة. نعم. روح المجتمع الكويتي. نعم. يعني بصراحة أنا تشرفت أني كنت ويا هالمجموعة الطيبة لأن تعلمت من كل شخص فيها من الصغير للكبير سبحان الله. مثل ما تفضلت في البداية ما كنا نعرف بعض بس سبحان الله صفاء النية وكان هدفنا هدف واحد أنه رفع علم الكويت سبحان الله هذا ألف بين قلوبنا وخلى العلاقة وايد قوية فسمة المجموعة كانت وايد مميزة. فبصراحة أنا أوجه لهم تحية من تلفزيون الكويت واقول لهم بصراحه يعني انا دائما افتخر فيهم. نعم. يعني لو من بعد الله ثم اهل الكويت دعاهم لي ووالدين وتشجيعهم لي خلال الفتره اللي طافت عشان امثل جيت الكويت واصعد القمه كان ما وصلت الحمد لله. تستاهل والله. ما انسى. نعم. دعمهم لي يعني كان يوميا بكل مشوار بكل ايفنت بكل تدريب. كانوا خايفين عليك يوسف؟ والله إيه. في ناس في اخوان قراب علي ما بيحدد اسامي دمعت عينهم علي. الله. شلون احنا ما شاء الله يعني نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي لما وصلتوا الكويت يعني في ناس استقبلتكم وفعلا كان في حضور، شلون كان شعوركم كابتن فؤاد لما وصلتوا الكويت والناس استقبلتكم بهذه الفرحه؟ في شيء مشترك الا وهو العلم. نعم. صحيح. صح والله. نعم. والله صح. الفرحة ما يعني ما يوصف. نعم. اشتراكنا على العلم هو المستقبل الكويت. أكيد بلا شك. هذا كابتن طبعا يعني بدور دائما ما شاء الله
يعني من اكثر المشجعين في برنامج الضحى العود للعنصر النسائي، كلنا نشجع بس هي ممكن شويه متحيزه العنصر. ابي اسال عن العنصر النسائي، وجود عنصر نسائي معاكم في الفريق ما كان يعني مثقل المسؤوليه عليكم ان تحاتون مثلا، ولا لا كان فعلا على قدم المساواة؟ انا خلي يوسف يجاوب. كنك تدري ها؟ كنك تدري. انا من البداية بصراحة اخوي فؤاد الله يحفظه يعني دائما اثق بقراراته يعني بحسن خبرته بهالمجال هذا، فاول ما اجتمعنا مع بعض قال لازم عنصر نسائي. بصراحة انا ما كنت مأيد الموضوع خوفا على العنصر النسائي من الرحلة، لان الرحلة يعني خطرة مو موضوع اكيد مش طلعة بار او كامبينج عادية مثل ما ذكرتي، فخفت ان على العنصر النسائي بنفس الوقت على المشروع بكبره انه يصير فيه تاخير او شيء، لان الرحله خطره يعني بمعنى الكلمه كانت خطره. صح. بس بصراحه اخت ايمان الجندل كسرت كل الثوابت والمعتقدات، يعني بصراحه غيرت نظرتي يعني عيني عليها بارده، كانت اضافه كبيره والله. اخت رجال. رجال لا فعلا. اكيد اخت رجال فعلا اخت وانا ناديها اخت رجال بعد والله كنا تدري انت المعسكر انا ناديها اخت رجال والله يا اخت الرجال راسم علينا الابتسامه والفرحه دائما بالمعسكر الله يحفظك. واحنا كذلك والله رسمتوا يعني على شفاهنا الابتسامه في طبعا نفس ما قال كابتن فؤاد غبزرد أن فعلا اجتمعنا على شيء واحد وهو علم الكويت، وعلم الكويت يرمز للعزة والكرامة وله شأن عظيم. صح. بلا شك. شكرا لوجودكم معنا ضيوفنا الكرام في برنامج الضحى العود، ومنها للأعلى إن شاء الله، وبانتظار أنكم تحققون وتدخلون موسوعة جينيس عاد بأشياء ثانية. إن شاء الله. ألف شكر كابتن فؤاد كابتن يوسف، ألف شكر ألف شكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وعلى عجالة إن شاء الله باشر بدور راح ننطلق من خلال حلقات خاصة في الضحى العود عبارة عن مواكبة لأحداث بطولة الخليج. نعم. بإذن الله كأس الخليج ضحى الخليج. نعم. من باشر راح ننطلق معكم إن شاء الله، حيكون أستاذنا طبعا الزميل الإعلامي القدير. نعم. محمد المسند متواجد إن شاء الله في البطولة، وإحنا راح ننسق في الضحى العود بإذن الله إن شاء الله. إذن نلتقي معكم إن شاء الله غدا مشاهدين الكرام، من غدا إن شاء الله في برنامج ضحى الخليج، طبعا تزامنا مع كاس الخليج 24. ونفس ما قال يعني وجود الإعلام القدير محمد المسند هذا بحد ذاته يعطينا دافع بأن نقدم الأفضل. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، مع السلامة. فما الله.